يعتبر محصول فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي، وده لاحتواء بذوره على 30% زيت خالي من الكوليسترول وحوالي 40% بروتين، وده اللي بيخلي قيمته الغذائية تقارب قيمة البروتين الحيواني الأعلاف. والنهاردة بدأت الحكومة في زيادة المساحات المنزرعة من فول الصويا وتطبيق الزراعات التعاقدية على محصوله وطرح أصناف جديدة عالية الإنتاجية للتشجيع على زيادة المساحات والإنتاج وللحد من الاستيراد. كمان محصول فول الصويا من المحاصيل الاستراتيجية الهامة جداً، اللي أصبح من الضروري التوعية بأهمية التوسع في زراعته لزيادة الحاجة ليه، واعتمدنا على دخوله كمكون رئيسي في العديد من الصناعات الغذائية إلى جانب كونه أحد مصادر إنتاج الزيوت. ولتفاصيل أكثر عن الجديد في زراعة فول الصويا بالأراضي المصرية، كاميرا الثمرة كان لها لقاءات مختلفة مع المسؤولين والمزارعين، تابعونا في برنامج الثمرة خلال زيارته لزراعات فول الصويا. الدكتور خالد جاد، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقليه للتدريب والارشاد، اهلا بك. اهلا بك استاذ. النهارده الدوله كلها مهتميه بفول الصويا بعد ازمه الاعلاف الاخيره. احنا انا شايف ان في توسعات كبيره النهارده في المساحات المزروعه من الفول الصويا، احنا بنقدم ايه؟ اولا طبعا احنا في البدايه بنشكر معالي الوزير على انشاء مركز للزراعه التعاقديه بالوزاره، اللي السنه دي كان له الاثر الكبير في زياده المحاصيل الصيفيه، ان النهارده تم اعلان عن سعر توريد ضمان للمزارع لمحصول فول الصويا، محصول عباد الشمس، محصول الدره الشامي، وده اول مره تحصل، وده ادى الحمد لله الى زياده المساحات. هنا بقى دور معهد المحاصيل الحقليه كان جاهز ازاي لهذه الاجراءات. احنا النهارده واقفين في حقل صنف فول الصويا اللي هو صنف جيزة 111، وده صنف مش حديث، لكن من ضمن الأصناف المزرعة من الفول الصويا اللي المزارعين عارفينه. صنف متميز زي ما احنا شايفين الحقل عامل ازاي، صنف معروف عند المزارعين، صنف بتزيد انتاجيته عن طن ونص للفدان. فالنهاردة الحمد لله المساحات بدأت تزيد، عندنا نشاط إرشادي عامله معهد المحاصيل الحقلية بالتعاون مع مجلس القطن والمحاصيل الزيتية، مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، في عمل حقول إرشادية على مستوى المحافظات كلها لنشر هذه الأصناف الجديدة والمعاملات المثلى. النهاردة عند مزارع مثالي في محافظة الغربية، وشايفين الحقل بتاعه عامل ازاي، مساحة كبيرة من محصول فول الصويا، وطبعا مش أي مزارع يبقى عنده الجرأة يزرع المساحة دي من المحصول ده. لكن طبعا الحمد لله في وجود سعر الضمان اللي أعلن من قبل الوزارة، في وجود صنف متميز إنتاجيته تزيد عن طن ونص، في وجود توصيات فنية تديني النمو ده واللي انتوا صورتوه دلوقتي في الحقل والنمو الجيد والثمر الممتاز، في التزام مزارع بالتوصيات الفنية اللي توصلوا للمرحلة دي بالنمو ده، نقول ان دور معهد المحاصيل الحقلية متميز في نقل التكنولوجيا في الحقول الإرشادية الموجودة على مستوى الجمهورية. تمام، احنا النهاردة بندي البذرة للمزارع صح؟ احنا بنتابع من بداية البذرة حتى الحصاد. الحقل الإرشادي المفروض ان احنا بنبدأ الأول في مع المزارع من قبل ما يزرع، بنبدأ نعمل حقول إرشادية، نديله البذرة بصنف الصنف الموصى بيه، ويكون بذرة مضمونة، ونديله التوصيات الفنية عشان في الآخر نكون احنا في الآخر نعمل أيام حقل نوري الناس المحصول عامل إيه مع التوصيات الفنية الموصى بيها. فده نشاط معهد المحاصيل الحقلية في كل المحاصيل الاستراتيجية، القمح، الذرة، الرز، طبعا القمح هيكون الموضوع أكبر، احنا دخلنا موسم شتوي واستعداد كبيرة للموسم الجاي إن شاء الله، اللي احنا ممكن بنأمل نوصل 4 مليون فدان مع نشاط للحملة القومية، مع نشاط للتحالف الوطني اللي سنة إن شاء الله في يعني كلام إنه هيزرع ما يقرب من 3 مليون فدان، مليون فدان على مستوى الجمهورية بدعم من التحالف الوطني. نشاط إرشاد كبير لمعهد المحاصيل الحقلية بالتعاون مع جميع الجهات المتعاونة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الإخوة المزارعين المتميزين، بالتعاون مع مديريات الزراعة. فمعهد المحاصيل الحقلية موجود ميدانيا في كل الحقول على مستوى الجمهورية. احمد النقيب، مزارع فول صويا، اهلا بيك. يا مساء النور. النهارده يعني محصول فول الصويا ده فيه اهتمام كبير، النهارده عايزين نتوسع، عايزين انتاجيه اعلى علشان نحد من استيراد العلف، اللي هو الفول الصويا اساسا
بيدخل في منتجات كتيرة بالنسبة للعلف وخاصة الدواجن. انت كمزارع النهاردة قول لي بدأت ازاي في الزراعة، جبت البذرة منين، احكي لنا بقى. احنا متعاقدين مع وزارة الزراعة ادارة انتاج التقاوي على محصول الفول الصويا، ده صنف جيزة 111. انتاجية الفدان متوسطها طن ونص كل فدان، هو من المحاصيل الاستراتيجية ولتوجهات الدولة في الفترة الأخيرة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ديت، لأنها بتدخل في أكتر من شق في التصنيع كزيوت وكأعلاف، وده اللي احنا مشينا عليه في الفترة الأخيرة. تمام، قول لي بقى من بداية الزراعة بقى، احكي لي بقى بنزرع ازاي، بنعمل ايه؟ احنا بنجهز الأرض للزراعة، وبعد كده بنبدأ بالزراعة على مصاطب صغيرة. تمام. وبتبدأ عملية الروي ومكافحة الحشائش والحشرات طول موسم الزراعة. الفدان ياخد قد ايه بقى تقاوي؟ الفدان بياخد حوالي كيلو تقاوي. كيلو تقاوي؟ اه. لا، الفدان بياخد حوالي 30 كيلو تقاوي. 30 كيلو تقاوي؟ ايوه. طب قول لي بقى تكلفة الفدان من بداية الزراعة حتى الحصاد، نحسبها مع بعضينا بقى. تمام. هي ان شاء الله ما فيش تكلفة عالية، لان الدولة بتساهم معانا في مساعدتنا على زراعة المحاصيل ديت على اساس انها محاصيل استراتيجية. تمام. بس احنا بكل اهتمامنا برضو ان المستلزمات الانتاج تبقى متوفرة اكتر من كده شوية، بس مش اكتر ولا اقل، لكن كل حاجة موجودة الحمد لله، والمحصول كويس، والدولة برضو بتساعدنا ان هي متعاقدة معانا وعملنا سقف للبيع كضمان للمزارع، فدي حاجات برضو بتشجعنا على زراعة النوع ده من انواع المحاصيل. تمام. احنا الصنف اللي زرعينه هنا ايه بقى؟ بيتميز بيه بقى؟ ده صنف جيزة 111، بيتميز بمقاومته للامراض وانتاجيته العالية. تمام. احنا قلنا الفدان بيجيب طن ونص. طن ونص. يعني بيغطي التكلفة وفي مكسب. ان شاء الله باذن الله. يعني كل المزارع المزارعين الفترة اللي جاية نعمل ايه بقى؟ المفروض بفول الصويا ده بقى. يا ريت كل الناس تتوجه لزراعة المحاصيل ديت زي الفول الصويا كده، محاصيل قليلة التكلفة كمستلزمات انتاج وتقاوي، وانتاجيتها كويسه، ويوجد هامش ربح كويس جدا لكل فدان. تمام. بالنسبه للحصاد احنا بنبدا حصاد امتى بقى؟ هو عمر الزراعه ديت حوالي 120 يوم ل 125 يوم. تمام. يعني ايام بسيطه 20 يوم تقريبا ان شاء الله، وهنبدا بقى في الحصاد. الحصاد طرق الحصاد يدويه صح؟ يدويه. بيقعد قد ايه وبعد كده نفض مثلا الغلط؟ انا شايف العنقود هنا فيه مثلا يعني بسم الله ما شاء الله اعداد. هي ان شاء الله يعني 20 يوم كده وهنبدا بقى الضم اليدوي، بعد كده بيتعمل اكوام على مفارش، وبعد كده بنسيبه اسبوع في الشمس، نفضل نقلب فيه كويس علشان عمليه النضج والرطوبه بتاعت الحبايه ذات نفسها ما يبقاش فيه رطوبه في الحبايه، وبعد كده بندخل بقى في مرحله الدراس بالماكينات. المهندس حمد النجار مسؤول احد الجامعات الزراعيه بالغربيه، اهلا بك. اهلا بحضرتك. احنا دلوقتي في زراعات الفول والصويا، قول لي بقى احنا بنتابعها ازاي كجمعيه؟ اولا الاداره الزراعيه بتبعت لنا بتعاقد مع اشخاص، الحاج محمد النقيب ده مزارع عندنا وراجل متعلم وراجل مطيع، فهو بيستجيب لنا وبيزرع مساحه عنده، المساحه ديت 15 فدان، كل سنه بيزرع فول الصويا عشان العائد بتاعه كويس وانتاجيته عاليه. فاحنا بنجيب له صنف كويس اللي هو جيزه 111 ده، وبنتابعه والمحصول اصلا كويس معاه وله عائد كويس، فالراجل بيزرع مساحه كويس وبيستجيب بقى في التعليمات وفي التوصيات. بنصرف ايه بقى؟ بنصرف مثلا اسمده، في مكافحه للمبيدات؟ ايوه، في احنا عندنا طبعا المبيدات وعندنا الاسمده وتعاقد ونجيب له التقاوي لحد هنا واي شيء، اصل هو شاريه بالدوده، فدايما عندنا المبيدات بتاع الدوده بنديها له على طول وبرشها وهي اعمار صغيره، تجيب نتيجه تحت حضرتك شوف ما فيهاش دوده نهائي ومحصول ممتاز وزراعه كويسه وبيزرع على مساطب
وبتوصية كلها بينفذ. تمام. احنا في المنطقه هنا، هي انت قلت لي جمعيه ايه هنا؟ جمعيه بوريك الحجر مركز طنطا. بنزرع قد ايه مساحه من فول الصويا بقى هنا؟ هو احنا زارعين عندنا، احنا عندنا هنا بوريك الحجر حوالي 20 فدان. اه تمام. اه فقط. من صنف ايه بقى؟ من صنف الجيزه 111. تمام. طب والخطه اللي جايه بتاعتنا بقى كجمعيه، احنا هنتوسع فيها ان شاء الله السنه الجايه؟ الناس بتشوف العائد وبتشوف البتاع، هتحاول في الصيف لان ما فيش الرز، بيبقى مساحات معينه هيزرعوا الفول الصويا والذره وعباد الشمس، بنوصى على الحاجات اللي هي العلف والزيتيه دي. اه تمام. دايما نوصى بيها، فالناس بتشوف العائد طبعا، والفلاح عايز اهم شيء العائد اللي يجي. فان شاء الله السنه الجايه هنتوسع شويه. بس احنا بنتابع المحصول من بدايه رمي البذره، من صح؟ اول البذره لحد الحصاد. معاه اي طلب بيطلبه، اي حاجه، ده رش اسمده مبيدات، اي شيء بيطلبه بنجيبه له. تمام. وهو اصلا ملتزم وماشي معانا كويس. دكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ عز، واهلا بمشاهدي برنامج السمرة. النهارده اهتمام كبير بمحاصيل الفول الصويا. كان عندنا ازمه كبيره طبعا في العلف وعشان الاستيراد، وبالتالي كان فيه ارتفاع اسعار. احنا دلوقتي على ارض الواقع، احنا بنتوسع في محصول الفول الصويا. احنا بدايتنا كانت ازاي؟ هو حضرتك مساحه فول الصويا طبعا كانت تقلصت بشكل كبير. بدا يدخل يمكن توجيهات معالي دوله رئيس الوزراء وتوجيهات معالي الوزير الناحية تحديد سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجيه، ودي من ضمن المحاصيل اللي دخلت في الزراعه التعاقديه محصول فول الصويا. ده طبعا محصول هام جدا جدا، سواء كان كمحصول علف او محصول زيت. فطبعا احنا مهم جدا ان احنا او كسب فول الصويا زي ما حضراتكم عارفين. فده بالنسبه للمحصول، هذا المحصول محصول اقتصادي، محصول يدخل في صناعه العلاف. يمكن شفنا الازمه اللي حصلت في صناعه العلاف في الفتره الماضيه. طبعا الدوله أولت هذا المحصول لاهتمام كبير، بدأت المساحات المنزرعة بتزيد. احنا عندنا خطة للوصول 250 ألف فدان من محصول فول الصويا. حضراتكم شايفين دي أصناف فول الصويا صنف الجيزة 111. عندنا طبعا هذا، شوف حضراتكم شايفين قد ايه أنا جايبه، ده نبات عشوائي مش مختاره، يعني مختاره من وسط الأرض. حضراتكم شايفين المحصول محمل قد ايه، هو تقيل، مش عارف بينام مني هو من ايه، من طوله على ايدي، يعني هو نايم مني من طوله على ايدي. حضراتكم يعني ده محصول جيد، ان شاء الله ربنا يبارك لصاحب هذا المحصول. ده ان شاء الله ده محصول حقل. شايفين حضراتكم لو الكاميرا فتحت على مساحه، ما كانش المساحه قد ايه مزروعه بفول الصويا، ما كانش في مزارع بيقبل يزرع ده، اللي ما كانش بيعرف يسوقه. طب انت جيت الفدان قد ايه والاصناف المنتجه بقى النهارده؟ الفلاح بيدور على المكسب برضه. طبعا هو المكسب، هو احنا طبعا الدوله حطت سعر ضمان 18000 جنيه لطن فول الصويا، مع قابله للزياده مع ارتفاع السوق العالمي. يعني لو هو يضمن انه ياخد ال 18000 جنيه للطن، لو المحصول زاد في السعر العالمي برضه بيحصل على السعر اللي في مصلحة المزارع، لكن ما بيقلش عن 18000 جنيه اللي حطوهم. يمكن احنا اللي حطوهم الدولة، محددهم الدولة لهذا المحصول. احنا عندنا الاصناف اللي موجودة تقريبا انتاجيتها بتصل الى 1.5 طن للفدان، في اكثر بتوصل 1.7. ده احنا في صنفين جديدين تم تسجيلهم هذا العام، هيكسروا تقويهم هذا العام ليوزعوا على المزارعين السنه الجايه، من اصناف من فول الصويا، هم جيزه 10 وجيزه 6. دول ان شاء الله متوسط المحصول بتاعهم اعلى، مقاومتهم اهم حاجه. المشكله بتواجه محصول فول الصويا هي دود ورق القطن. حضراتكم لو لاحظتم النباتات سليمه خاليه من الاصابه. طبعا خلاص احنا وصلنا مرحله النضج،
الوضجة ده داخل على مرحلة الحصاد إن شاء الله. المفيد كمان عندنا صنفين واعدين إن شاء الله يدخلوا في إن شاء الله السنة الجاية في مرحلة التسجيل. ندخلهم إن شاء الله يبقى عندنا مجموعة أصناف كبيرة عالية الإنتاجية تتخطى 1.7. إحنا من أعلى إنتاجات في العالم على في محصول فول الصويا. طيب في كمان إحنا عايزين حاجة للحصاد الآلي، لأن إحنا لو في المشروعات الكبيرة زي مستقبل مصر وجنة مصر والدلتا الجديدة كمحصول محصول بقولي، هذا المحصول يعني له فايدة كمان كبيرة إنه بيثبت النيتروجين الجوي عن لما بنيجي نستخدمه كتقاوي في أراضي بتزرع جديدة. استخدمه كمان كزيت طعام برضه. كزيت طعام لا بيلقح بالعقد الجذرية على أساس إنها بتثبت النيتروجين الجوي وبتزود من خصوبة التربة. يعني أنا عشان ده عامل مهم جدا كمحصول بقولي يدخل في الدورة الزراعية، ما بيحصل بقولي يعقبه محصول نجيلي وبالتالي ما بيستنزفش التربة وبيزود من خصوبة التربة. احتياجاته طبعا السمادية، ما فيش احتياجات سمادية. طب احنا خطتنا اللي جاية يا دكتور ان شاء الله يعني احنا الدولة بتهدف الى زراعة ما يقرب من نص مليون في من نص مليون فدان من فول الصويا، ده لتحقيق جزء من الامن الغذائي وفي محصول فول الصويا. يمكن احنا بدانا السنه اللي فاتت وصلنا كنا بحوالي 99,000 فدان، وصلنا السنه دي اكتر وصلنا بحوالي 150,000 فدان. ان شاء الله نوصل ربع مليون فدان ده وبتبقى للخطه في الموسم القادم، وهي خطه تدريجيه للوصول الى طبعا مع استنباط الاصناف الجديده اللي بقول لحضرتك احنا عايزين اصناف كمان تصلح للحصاد الالي. يعني بمعنى يمكن انا كنت في احد المحطات الاسبوع الماضي وشفت بعض السلالات ان العقد بيبدا على نقطه عاليه من سطح التربه، فطلبت من زملائي في الفريق البحثي التهجين بين الاصناف دي والصنف والسلاله دي بحيث ان انا ارفع اخلي العقد على مستوى اعلى وبالتالي يسهل من عمليه الميكنه، وان كانت عمليه الميكنه هي نظام زراعه. واحنا برضو الاصنافنا لما اتحصدت اشتغلت الموسم الماضي في مستقبل مصر حققت انتاجيه عاليه والحمد لله برضو كانت استخدام باستخدام الميكنه يعني. طيب يا دكتور اخيرا ليه المزارع النهارده متخوف من الفول الصويا؟ ده بالعكس السنه دي في اقبال غير طبيعي من الزراعه على الفول الصويا، لانه كان اسعاره وصلت لفوق 30,000 جنيه للطن. يعني كان وصلت 33,000 خارجيه فطبعا ده كان بالعكس ده الناس المزارعين اقبلوا اقبال شديد على زراعه فول الصويا. بس احنا والمحاصيل الزيتيه خصوصا بعد تدخل الدوله ووضع سعر ضمان للمحاصيل. كان زمان هو محصول الفول الصويا مشكلته ايه؟ المنافسه مع المحاصيل الصيفيه الاخرى زي الذره والرز والقطن، فهو اذا ما كانش المزارع بيحسب الفرق في المكسب، هل هيكسب الاكتر من الارز، هيكسب الاكتر من الفول الصويا، هيكسب الاكتر من الذره، وبناء عليه بياخد قراره هيزرع ايه. فهو لو حطينا له سعر الضمان ده وبعدين مراعاه الاسعار العالميه عند الحصاد. الحاجه الثانيه اضافه بعض المحفزات او بعض الحوافز لزراعه هذا المحصول. ما المزارع مش كل حاجه يعني هيزرع كل اللي هو عايزه بس، لا ما هو في عليه تجاه الدولة دور تجاه الدولة ان انا في مرة هزرع فول صويا، مرة هزرع ذرة، مرة هزرع رز، يعني او اقسم او عودة ما نسميه بالدورة الزراعية والتركيب المحصولي. ان انا عندي يا اما اعمل دورة زراعية ثنائية ان انا او دورة زراعية ثلاثية، ان انا مرة محصول شتوي بقولي يليه محصول صيفي نجيلي، او العكس في 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 الدوره او دوره ثلاثيه بقسم الارض الى ثلاث اجزاء كل جزء يعاد زراعته بعد سنتين. هو ده المحافظة على خصوبه التربه. زراعه المحاصيل اللي هي في الدوله في حاجه اليها، واحنا شفنا ازمه العلاف السنه اللي فاتت. احنا خدنا البذره دلوقتي من المحصول، مخلفات المحصول بقى احنا بنستخدمها كلها بتستخدم كعلف وكسب. يعني هو مستفيدين من الاثنين. مستفيدين البذره وبعدين وزيت حبوب وزيت. تمام. رسالتك بقى للمزارع النهارده سواء القمح المقبلين على موسم القمح، سواء للرز، سواء للفول الصويا، سواء للمحصول الصويا، استخدام التقاوي المعتمده
ده مهم جدا جدا. النقطة البداية الحقيقية هي التقاوي، لازم استخدم تقاوي معتمدة من مصادر موثوق بيها على اساس ان انا اوصل لاعلى انتاجية. يعني انا قرار واحد ان انا يعني ان انا مزرعش من بيتي من يعني المزارع حدث يقول لك انا عندي التقاوي هشتري ليه، يستسهل يعني، ده هيوفر له اردب او اتنين اردب. يعني تمن الشكارة كلها يعني ب 550 جنيه، الدولة حتى دعمت التقاوي السنة دي، يعني حضراتكم يعني الفدان ب 200 جنيه من سعر التقاوي، يعني الدولة كان سعر الشكارة 650 خفضتها ل 550 جنيه، ده دعم من الدولة للمزارع. يعني أنا الفرق ال 500 جنيه اللي هدفعهم زيادة في الشكارة هزود عليهم أردبين ب 3000 جنيه، يبقى أنا عشان 500 جنيه أخسر 3000 جنيه، لازم نحسبها كده، لازم نحسبها كده.